يعني خلاص كده امانه مستر وسيم؟ عيب عليك، انا بقول لك علقنا لهم محاليل وعلقناهم هم شخصيا. والحمد لله. انا بس اللي مستغربه انت ازاي فضلت صاحي كل ده. اصل انا عملت حركه ذكيه قوي، جبت التليفون بتاعي القديم وقعدت افر في الفويس نوتس بتاعه القديمه انا ونبيل ايام النحنحه، صوتي فيها ايه قمه الازعاج، شغلتها على العربيه قعدت مسلياني ومسهراني. الله، طب ما تبعتها لي على الواتساب يمكن تسهرني طول الليل انا كمان. وابعتها لك ليه؟ ما شغلها لكم دلوقتي نتسلى ونسهر. هتعرف. الو. ايوه يا بلبله، وحشتيني قوي، وحشتيني يا بلابل. كنت نحنح قوي. بقول لك ايه يا بلابل، مش عارف كل ما نخرج مع بعض الاقي الناس بتبص لي وتضحك، مش عارف ليه بس اكيد حاجه حلوه. والله كان ليها حق سيده. اصل انا عايز ابلس اعمل ايه، لازم اقول لها كده. لا بلابل، انا لسه مع المغفل اللي اسمه وسيم، ما خلصناش. لا ده مش انت مستر وسيم. لا مش انا اكيد، يعني ده كان واحد صاحبي بس غتت قوي وقطعت علاقتي بيه خلاص. وارد وارد طبعا. شوية كده وحبعت لك عشان المغفل ده موجود ويغور بقى، أصو صدق وسئيل. لا ده انت مستر وسيم، معلش انا اسف جدا، هي كانت فترة وعدت يعني. لا ولا يهمك، المهم ان الفويسات فعلا مزعجة والصوت فعلا بيصح يعني. روحنا يا جميل لو سمحت. تقفش ولا ايه؟ لا ما قفشتش، روحني، عايز اروح. خلاص بقى ما تزعلش، روحني يا جميل. اشربك فخفخين. مش عايز فخفخين، مش عايز حاجه، عايز اروح. هتخليه يجيب لنا يا حب وانا جعانه قوي. انا مش جعانه، انا عايز اروح دلوقتي. طب نتكلم بكره؟ لا. طب بص لي تاني. مش هبص لك يا جميل، لا عشان خاطري. طيب روحني بقول لك. طب اعزمك على حواوشي؟ حواوشي ماشي. ماشي. بالجبنه؟ بالجبنه والله. بالجبنه ماشي. والله بالجبنه. حاضر. حاضر. ما تزعلش بقى. مش زعلان خلاص بقى.